بزوال إسرائيل ولا مستقبل لأولادنا هنا. هذا ما تؤمن به قطاعات واسعة من النخبة الإسرائيلية مع اقتراب العقد الثامن لقيام إسرائيل. فهل تصيب لعنة العقد الثامن إسرائيل حقا؟ بالرجوع إلى التاريخ اليهودي، نرى أنه لم تعمر دولة لهم لأكثر من 80 عاما ما عدا فترتين، هما فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلاهما بدأوا في التفكك في عقدهم الثامن. And then our symbols, the star of David, the menorah. Jews around the world are being beaten because they oppose Zionism. Our rabbis greeted the chief rabbis in 47 before the state. We furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. وهذه المعلومات التاريخية هي ما صرح بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك منذ عام في مقال نشره بصحيفة يديعود أحرونوت الإسرائيلية، والذي أعلن فيه خشيته من إصابة إسرائيل بلعنة العقد الثامن. ولأن التاريخ يعيد نفسه، تسيطر هذه اللعنة الآن على تفكير الإسرائيليين بمختلف مستوياتهم، فهي لا تعد فقط آراء محللين وسياسيين، بل تصل لرأس السلطة في إسرائيل، والتي يؤمن العديد منهم مثل نتنياهو وكارمي جيلون رئيس الشباك الأسبق بأن إسرائيل قد تكون في طريقها إلى الزوال. وما يزيد من ثراء هذه النبوءة هو اندلاع حرب غزة، وكذلك حالة التفكك الداخلي والصراعات الشديدة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي قبل دخوله الحرب. فهل تساق إسرائيل حقاً إلى مصيرها المحتوم والمحسوم تاريخياً، أم لا زال هناك جولات أخرى؟